قناة الأهلي في كل مكان. معانا نجومنا في كرة السلة سواء أبو النصر الشافعي عدلي سيف. أبدأ طبعا بأبو النصر جنبي على طول. تقول إيه النهاردة على اليوم المميز اليوم الرائع ده؟ كلمات الكابتن محمود الخطيب، التكريم بشكل عام، حطينا النهاردة وانطباعك إيه وإحساسك إيه بعد الأداء بعد النهاردة واليوم النهاردة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا اليوم زي ده عمره ما يتنسي بالنسبة لنا، ما فيش احتفال أحسن من كده. كابتن محمود الصراحة يعني بيهتم قوي لما إحنا بيحصل أي إنجازات في النادي، بيعمل لنا حفلة على قد يعني ما فيش أحسن من كده بصراحة. وطبعا يوم عمرنا ما هننساه، يعني يوم جميل الصراحه جدا. شافعي كابتن فريق النادي الاهلي، يقول لي النهارده يمكن انت بخبرتك الكبيره طبعا عارف ان لما يبقى مجلس اداره متواجد التكريم والالعاب كلها تبقى متواجده، ده ليه تاثير عليكم قبل انطلاق الموسم؟ شايف النهارده اليوم ده ازاي يا مصطفى؟ طبعا بسم الله الرحمن الرحيم. انا طبعا حابب في الاول ان انا اشكر مجلس الاداره على الحفله الجميله دي. تاني حاجه ده انا ده شايفه ان ده ضغط علينا زياده طبعا، ان احنا طبعا ربنا كرمنا ان احنا كسبنا، فلما انت لما هما بيكافئوك باحتفال زي ده ومع فرقه الكوره فده طبعا بيزود من عندنا الحماس شويه، بيزود ان احنا يبقى عندنا طموحات ان احنا نحقق بطولات عشان الفرحه حلوه اكيد يعني. قبل ما اروح لعدلي وسيف عايز اروح للكابتن مودي الجرحي ايضا كمان واحد من نجوم النادي الاهلي. يقول لي يا كابتن مودي النهارده يعني اللي بينعكس عليك ازاي النهارده الحضور والتكريم والحاجات المميزه جدا النهارده؟ شفناها حفله رائعه جدا ومميز جدا يا كابتن مودي. ايوه طبعا زي ما حضرتك قلت، زي ما الشافعي قال كده بالظبط، دي بتدينا مسؤوليه اكبر طبعا، بتحفزنا جامد على الموسم الجديد ان احنا فوقنا برده ان شاء الله باذن الله نكسب. فدي حاجه طبعا بنشكر مجلس الاداره عليها، وان شاء الله بنمهدهم السنه الجايه باذن الله في نفس الوقت ان شاء الله هنتكرم باذن الله واحنا كسبانين باذن الله. شكرا. عدلي وسيف يمكن انتوا الاثنين طبعا ايضا كمان من النجوم، قول لي النهارده حابب تقول ايه؟ بتشوف النهارده اليوم ازاي؟ كلمات الكابتن بيبو ازاي؟ ومحمساكوا ازاي الموسم الجاي لان ان شاء الله البطولات تكون من نصيب النادي الاهلي؟ والله الحمد لله ببارك لفريقي طبعا والفرقه كلها وبقول لهم الف مبروك، ويا رب دايما ان شاء الله الحفله دي تتكرر السنه الجايه واللي بعدها، ويفضل النادي الاهلي دايما رقم واحد. وشايف ان يوم جميل يعني زي ما شاف عمرنا ما هننساه، ويا رب دايما كده دايما. الله يكرمك. سيف قول لي النهارده تحب تقول ايه بعد اليوم الرائع ده وبعد انتهاء الحفل المميز ده؟ على ما اعتقد اكيد بينعكس عليكم بشكل كبير جدا. طبعا بينعكس علينا لان ضغط يعني كبير علينا بعد الحفله الجميله، ومع كمان الكوره ده جديده، حاجه جديده طبعا بالنسبه لنا وبالنسبه للنادي كله. طبعا ضغط علينا ان احنا ان شاء الله السنه الجايه بطولات كلها تبقى بايدينا يعني ان شاء الله، ربنا يسهل بقى السنه الجايه باذن الله. شكرا. اكيد طبعا بنشكر كل نجومنا، بنشكر اكيد مجلس اداره النادي الاهلي على الاختيار المميز والرائع النهارده في ملعب مختار التتش تكون احتفاليه بهذا الشكل. مستمرين معاكم اكيد كل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان، ولقاءات ايضا كمان مع زميل العزيز امير هشام، لقاءات مع كل لاعبي ولاعبات سواء كره اليد كره السله كره الطائره. مستمرين معاكم كل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان، تابعونا.